يا علي بن محمد السمري، أعظم الله أجر إخوانك فيك، فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام، فلا توصي إلى أحد يقوم مقامك من بعدك، فقد وقعت الغيبة التامة. منذ بداية الغيبة الكبرى للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، والشيعة يعدون الدقائق والساعات والأيام والسنوات منتظرين ظهوره المبارك الموعود ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا. وكثرت الروايات التي تتحدث عن انتظار الفرج وفضله، منها قول رسول الله صلى الله عليه وآله: أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. فما هو هذا الانتظار الذي يعتبر من أفضل العبادات، وكيف يكون؟ الانتظار في اللغة بمعنى الترقب والتربص، وهو حالة نفسانية ينبعث منها التهيؤ لما تنتظره، وضده اليأس، فكلما كان الانتظار أشد كان التهيؤ أثبت. هناك نهجان مختلفان لكيفية الانتظار، أحدهما سلبي والآخر إيجابي. الانتظار السلبي، والمقصود منه أن يبقى الإنسان جالساً بدون أي حراك أو فعالية تذكر. في تصور البعض أن الانتظار يعني أن يجمد الإنسان على واقعه الخاص ويحوط مصالحه الشخصية المشروعة ويتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادات الفردية، فلا يلتزم بأي واجب من الواجبات الاجتماعية. الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، مواجهة الظالمين، الانتصار للمظلومين، كل هذا مؤجل إلى أن يخرج صاحب الأمر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهو الذي يملأها قسطا وعدلا. هذا تكليفه مو تكليفنا. أصلا البعض نظر بشكل سلبي آخر، أصلا إحنا لازم نشيع الفساد تحت ذريعة أننا نريد أن نعجل بظهور صاحب الأمر والزمان. أما الانتظار الإيجابي فالمقصود منه أن لا يقف الإنسان مكتوف اليدين، وإنما يقوم بالواجبات الشرعية الملقاة على عاتقه، سواء كانت فردية أم اجتماعية، ويسعى للقضاء على الظلم والجور في أي مكان من العالم. إذن الانتظار الحقيقي هو حالة ترقب يصاحبه عملا يمارسه المنتظر لاستقبال اليوم الموعود، وهذا يعني أن الانتظار هو آلية لبناء الفرد وتكامله، وكذا بناء المجتمع المتكامل. إذن الفهم الصحيح لمفهوم الانتظار هو أن نقيم كل فرائض الله سبحانه وتعالى، وبذلك يكون انتظاره أفضل الأعمال. إن من أعظم الأهداف السماوية التي جاءت بها رسالات الأنبياء والمرسلين تمكين الدين على الأرض. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. كل عمل يساهم في تمكين الدين وترسيخ الدين على الأرض يعد من أعظم الأعمال وأشرف الأعمال وأجل الأعمال. قوله صلى الله عليه وآله: أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. هذا الانتظار هو الذي يرسخ الدين على الأرض. انتظار ظهور الدين يستلزم الإعداد للدين، فانتظار الفرج يجعلك أكثر استعداداً لنصرة الدين
ولحمايته ولتمكينه ولترسيخه من صلاة الليل أو من القضايا والمستحبات الروحية التي لها ثواب جزيل وأجر عظيم عند الله. إلا أن انتظار الفرج أكثر تأثيرا في تمكين الدين على الأرض. من هنا كان أفضل أعمال أمتي شنو؟ انتظار الفرج. تحدثت الروايات الشريفة وبشكل مفصل عن رفعة مقام المنتظرين وعظيم قدرهم وجزيل أجرهم وثوابهم مقارنة بغيرهم من المؤمنين، حتى أولئك الذين عاشوا أيام الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل العبادة انتظار الفرج. وقال أمير المؤمنين عليه السلام: انتظروا الفرج ولا تيأسوا من روح الله، فإن أحب الأعمال إلى الله عز وجل انتظار الفرج. كما أن المنتظرين أفضل أهل كل زمان، فعن الإمام زين العابدين عليه السلام أنه قال: إن أهل زمان غيبته، القائلين بإمامته، المنتظرين لظهوره أفضل أهل كل زمان، لأن الله تعالى ذكره أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة. إذن فعندما نقول إننا بانتظار المهدي، فإننا نكون في انتظار إمام سيملأ العالم قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. فكم هو عظيم هذا الحلم، وكم هو كبير هذا الهدف، ولكن حتى ظهوره المبارك ما هو واجبنا تجاهه، وما هو دورنا في زمن غيبته، وكيف لنا أن نهيئ أنفسنا لنكون من أصحابه.